تستعيد عني بحبك وشت بيبي ابتعد عني بحبك وشت بيبي قدرك الغالي رميته في التراب قدرك الغالي رميته في التراب وحسايف قولتي لك يا حبيبي وحسايف قولتي لك يا حبيبي يوم قلبي جاهل بك ما درى انك الغادر وقصدك تلتهيبي وان عاطفتك تباع وتشترى. انا عثمان المغربي فنان وكاتب كلمات وملحن. بديت كنغني منذ الصغار واكتشفت هذه الموهبه من الصغار وبقيت كنخدم عليه بقيت كنخدم وكنطور من راسي والحمد لله حتى بديت مؤخرا كنبان في لي ريزو سوسيو الحمد لله ولات عندي مشاركات وكنتمنى نكون عند حسن الظن الجميع. بالنسبة لموهبة الغناء يعني نقدر نقول لك بأنها خلقت معايا يعني ملي وعيت على الدنيا وأنا لقيت راسي كنغني لقيت راسي كنردد الأغاني بزاف ديال المغنيين وأنا في سن جد صغيرة كان السن ديالي ما بين 5 سنين 6 سنين وأنا كنغني بقيت كنطور من راسي. في الأول بديت كنغني مع فرق أناشيد في الجمعيات ملي كنت في الصغار في التالي في الفترة ديال الليسي بقيت كنغني في الملاهي الليلية وبقيت واحد الفترة كنغني في الملاهي الليلية أبخي يعني توقفت على الغناء في الملاهي الليلية نوعا ما انتبهت للدراسة ديالي شوية من بعد عاوتاني رجعت للغناء وصدرت أعمال وصدرت أغاني وحنا غادين. كنعتز بالاغاني المغربيه ديالنا وكيعجبني نغنيها وكنتمنى بالرغم انني كنغني فقط باللهجه الخليجيه لكن انا كنخدم على هاد المساله وكنحاول بانني نقدم اغنيه مغربيه لكن تكون في المستوى بعيدا عن الاغاني اللي مشعه حاليا. بالنسبة للأغاني اللي كاينين دابا اللي كيغنيو خصوصا يعني أنا كنهضر على الفنانين اللي محيطين بيا الفنانين ديال الشمال اللي كاينين دابا أغاني دون مستوى ومبتذلة والكلمات شوية يعني نابية أحيانا وكاينين بعض المغنيين اللي كيلتاجئوا لبعض المواضيع يعني جد جريئة كتكون نوعا ما جريئة الغرض كيكون احيانا هو إثارة الجدل ويعملوا البوز بعد منهم ما كيكونش الغرض ديالهم هو يقدم واحد الفن راقي وفي المستوى والاستحسان يعني جميع الطبقات. جل الاغاني اللي لقيتهم انا ما كنعممش ولكن كنهضر على الفنانين الشماليين اللي كاينين دابا اللي هما معروفين اللي كاينين في الشمال جل الاغاني ديالهم ألحانهم مسروقة من كاين بعد منهم من أغاني إسبانية يعني تقريبا لدرجة كيسرقوا حتى اللازمة غير الجمهور يعني كيحاولوا يستخفوا بالجمهور وكيحاولوا يستغبوا الجمهور المغربي يعني كاين بعد الأغاني يعني مأخوذة تقريبا يعني لحنا وكلمة غير كيبدلوا شوية وصافي وكاينين عاوتاني بعد الأغاني مأخوذة الألحان ديالها مأخوذة من أغاني تركية.
بالنسبة اللي كان اعتبر بأنها انطلاقة ديالي هي الأغنية ديالي الأولى اللي صدرتها العام الماضي، هي بعنوان إجانب ليلى. هاد الأغنية هذه هي من كلماتي وألحاني، والحمد لله هي طربية بامتياز وبشهادة يعني الجمهور وكبار الأساتذة يعني في هذا المجال. الحمد لله نالت استحسان ديال الناس. بالنسبة للمنابر الإعلامية المغربية، كاين منابر إعلامية في المستوى وعلى رأسهم يعني مصدر ميديا اللي كان اكتشفكم وأنا سعيد يعني بتواجدي معكم، لكن كاين من بعد المنابر الإعلامية وأنا ما كان عممش يعني في أي مجال كاين المزيان وكاين الخايب، لكن أنا اللي شفته أنا كاين منابر إعلامية في المستوى استطفوني وسولوني في أسئلة في المستوى، لكن كاين بعض المنابر الاعلاميه اللي ما كيشوفوش فيا فنان، ما كيشوفوش فيا بانني انا كنسعى جاهدا نقدم شي حاجه في المستوى، ولا اسعى نهائيا الى اثاره الجدل او باش نعمل البوز، وكيتجاهلوا هذا الشيء كامل يعني بكوني انني كنقدم اغاني في المستوى ويعني كنت بغيت البوز او لا اثاره الجدل. انا براسي ما كاينش اسهل من انني دغيا نوصل بالاغاني مبتذله واغاني يعني بكلمات نابيه. انا اخترت الطريق الصعب يعني قدمت اغاني في المستوى وكلمات في المستوى، لكن بالرغم من هذا الشيء كامل وبعدت كل البعد عن الشيء عن جميع الاشياء اللي كتخول بانني نكون يعني مثير للجدل. انا بعيد كل هذا البعد، لكن بالرغم من ذلك كاين بعض المنابر الاعلاميه وانا ما كنعممش، انا قلت لك كاين منابر اعلاميه في المستوى، لكن كاين بعض المنابر الاعلاميه اللي ما كيشوفوش فيا فنان، كيشوفوا فيا واحد النقطه وكيشوفوا فيا بانني واحد الماده دسمه للاعلام بالمعنى المختصر، كيركزوا في الجانب الشخصي، ولكن الجانب الشخصي كيحاولوا يعني يبينوا واحد الصوره معكوسه، كيحاولوا يشوهوا شخصيتي وانا بعيد كل البعد على داكشي اللي كيقولوه. سيمو بالبشير بالنسبه لي داك الشخص كيجيني انا يعني متناقض مع راسو، ما عرفتش شنو بغى يوصل، ما عرفتش فاش نزل بزاف ديال كما كنقولوا نزل بزاف ديال القنبلات جاو قلب يعني نزل بزاف ديال القنبلات ومشى. علاش زعما يعني انا اللي بقى فيا انا ماشي جيت نهاجمو او لا شي حاجه، مي انا داك الشخص كيستفزني، كيحاول يعطي واحد الصوره على الفنانين المغاربه ويشوههم. علاش مثلا الاعلاميه ديال مريم سعد يعني تعبات ويعني ماشي ما جاتش وصلت لهذ المرحله اللي وصلت لهاد المكان اللي وصلت له دابا، واخا يكون واخا يعني نفرضوا يكون داك الشيء بصح، ما يعني ما هذه كتبقى اعراض الناس وكتبقى حشومه هاد الشيء. بالنسبة لنعمل بالعياشي أنا ما يعني بالنسبة لي اللي كيجيني فنان مزيان مي أنا ما كنتابعوش وما كتعجبنيش شخصيته يعني صراحة، والله يستر له والله يعاونه في داك الشيء اللي كيدير وتبارك الله عليه يعني ماشي في خطة ثابتة، مي أنا يعني سي با مون ستيل، ما ماشي ستيلي. ديك الشخص شفته مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي تبارك الله عليه والله يكمل عليه بالخير، وكنتمنى له ان شاء الله يعني كنتمنى يدير بلاصته في الساحه الغنائيه. اولا كنشكر كاع الناس اللي كتساندني واللي كتدعمني وبهم باش مكمل وبرغم الصعوبات يعني مكمل في هذا المجال، وعندي واحد النفس طويل الحمد لله بالرغم انني كنلقى بعض الناس كيحاولوا يهرسوني من خلال الانتقادات ديالهم والهجوم ديالهم، لكن انا الحمد لله صامد وعمق دائما صامد. وبالنسبه اللي كينتقدوني انا ما غاديش نجاوبهم، وعندكم السوشيال ميديا انتقدوا كما بغيتوا، انا ما غاديش نرد عليكم وما غاديش نجاوبكم.
عينك بين عيني يا كندير قلبي حتى ينساك حتى ينساك ليام وسنين هي هي وكل يوم كانت رجاك سنين شهور ويام وليالي وانا مشغول غير بيك عمر قليبك ما يحلالي عمر قليبي ما يسول فيك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا بلاشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.